مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام أحد السدود الأمنية بمدينة الدار البيضاء، ومراقبة صارمة على جميع مستعملي الطريق، لا في المداخل ديال مدينة الدار البيضاء ولا أيضا المنافذ ديالها، بحيث أننا كيف ما عرفنا أنه تم اتخاذ تدابير احترازية جديدة وإجراءات صارمة بخصوص دخول مدينة الدار البيضاء أو الخروج منها. لما كتشوف معنا دو واحد جوج ديال الحافلات لنقل الركاب واقفين في السد الأمني من أجل المراقبة، وكيراقبوا الناس واش عندهم ورقة تنقل الاستثنائية أم لا. قبل يومين تم إغلاق مدينة الدار البيضاء، أي أنه أي واحد داخل أو خارج مدينة الدار البيضاء خصو يكون متوفر على ورقة تنقل استثنائية. كما كتشوفوا معنا أن هاد الشاحنة هاد الحافلة عفوا نزلوا منها الركاب ومشاو يكملوا. رجال الأمن يقومون بالمراقبة الآن لهذه الحافلتين لنقل الركاب. جميع السدود الأمنية عليهم مراقبات صارمة لرجال الأمن، جميع مستعملي الطرق الوافدين على مدينة الدار البيضاء. في هذه الأثناء رجال الأمن كيقوموا بمراقبة الأوراق ديال أصحاب هذه الحافلات، كيشوفوا واش كيتوفروا على أوراق قانونية، يعني أوراق تنقل استثنائية، أكيد لا كانوا كيتوفروا على الأوراق اللي كتخلو تخولهم أنهم يدوزوا مدينة الدار البيضاء، سيتم إخلاء السبيل ديالهم بكل تأكيد. أكيد أي واحد أي مواطن خاص بغى يدخل مدينة الدار البيضاء أو يخرج منها خصو يكون كيتوفر على رخصة تنقل استثنائية. للمشاهدي قناة شوف تي في، كنتم معنا من أمام أحد السدود الأمنية بحيث تتم المراقبة الصارمة لجميع مستعملي الطريق من طرف رجال الأمن، حيث
حيث تم توقيف حافلتين لنقل الركاب، وهناك تم مراقبة الأوراق ديالهم، وأكيد لك أن تبين أنها قانونية سوف يتم إخلاء السبيل ديالهم. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.